في حاجات بقت لما بتحصل في قناة السويس انا ما بقتش بقلق، يعني بقيت بتعامل معاها بانه عادي هتتحل كده. انا بكلمك بجد مش هزار، بعد اللي حصل مع ايفر جرين بقت كل حاجة سهلة. ده فعلا بعد توقعات العالم لحل أزمة ايفر جرين وطريقتنا في الحل، انا في رأيي كل حاجة بقت سهلة. فلما حصل عطل في سفينة النهاردة في قناة السويس، والله انا قريت الخبر قلت ايه شوية كده وهتبقى محلولة، وبالفعل حصل عطل في سفينة قناة السويس، الهيئة نجحت في التعويم. ده معناها ان احنا نفوت الموضوع؟ لا، نفهم، وده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ايه اللي جرى. استاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. ازاي الحال؟ كل سنة وحضرتك طيب، وعيد سعيد عليك يا رب وعلينا جميعا. أشكرك يا فندم، عيد سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين، وأشكرك يا فندم على هذه التهنئة. يا رب يخليك يا رب. قول لنا، أنا بقيت بقول إنه أي حاجة في قناة السويس بقت سهلة، يعني المسألة ما بقاش فيها قلق ولا توتر، الحكاية بقت بسيطة، يعني إيه اللي حصل؟ صحيح. سعيد بقراءة حضرتك لهذا الموقف أو لهذا الحادث العارض اللي شاهدناه النهاردة في قناة السويس. ما حدث تحديدا استاذ يوسف لو هنعمل له بطاقه توصيف، هو ليس حادث جنوح في المقام الاول، ولكن السفينه كلوري هي سفينه كانت بتحمل محصول الذره قادمه من اوكرانيا، مرت بتركيا، والوجهه النهائيه هي الصين، فهي متجهه من الشمال الى الجنوب. ما حدث تحديدا انه عند علامه الكيلومتر 38 في عطل ميكانيكي اصاب ماكينات هذه السفينه، وبالتالي توقفت السفينه تماما عن الابحار وفقدت قدرتها على الحركه. طبيعة الأمر في قناة السويس والاستعدادات دايما اللي بتكون مستمرة، توجيهات القيادة السياسية ودايما توجه إدارة قناة السويس وعلى رأسها الفريق أسامة ربيع، هي دايما رفع درجة الجاهزية والاستعداد لأي موقف طارئ، وهو دايما اللي تبلور والترجم في موقف اليوم. كانت في بالفعل قاطرة بحرية منافقة لهذه السفينة، فور توقف السفينة عن الحركة وتعطل ماكيناتها بدأت على طول القاطرة البحرية دي في الإبلاغ عن الموقف. تم توجيه القاهرة ان هي تسحب السفينة الى جانب القناة علشان ما يحصلش اي تصادم مع السفن المتقاطرة خلف هذه السفينة. على الفور بفضل منظومة التحول الرقمي ونقاط السيطرة والتحكم المنتشر على طول المجرى الملاحي، كان عند ادارة قناة السويس الاتاحة الكاملة ان هي تقدر تتخذ القرار في اسرع وقت. تم التوجيه بدفع قاطرات، المزيد من القاطرات، تحديدا 3 قاطرات عشان تنضم للقطرة المرافقة، فأصبح عندنا في خلال دقائق 4 قطرات بحرية موجودة في موقع توقف السفينة. تم تقييم الموقف والبدء على الفور في سحب هذه السفينة من علامة الكيلومتر 38 إلى موقع قريب في علامة الكيلومتر 51، وتحديدا ده موقع نقدر فيه نجري عمليات الإصلاح أو نقدر نخلي مجرى القناة بالكامل عشان نسمح بحركة عبور السفن كالمعتاد. خليني اقول لحضرتك استاذ يوسف ان احنا النهارده في هذا اليوم شاهدنا عبور 51 سفينه، هذا الموقف العابر لم يؤثر على حركه الملاحه في قناه السويس، ويمكن هنا حابب اخذ حضرتك في رحله سريعه لكواليس هذا المشهد. عجبني جدا توصيف حضرتك عدم القلق والثقه انه اي شيء بيحصل في قناه السويس هو قطعا هيتم حله في سرعه وانجاز. صحيح. اللي بيحصل النهارده على الارض استاذ يوسف والثقه اللي موجوده عند حضرتك وحضرتك بتتكلم، واعتقد ان هو ده لسان حال كل افراد الشعب المصري لما بيسمعوا عن اي حادث عارض بيحصل في قناه السويس، ده نتاج لمجهود كبير جدا وعمليات لوجستيه وعمليات فنيه بتتم على الارض على مدار الساعه. منظومه التحول الرقمي اللي زي ما قلت لحضرتك ويمكن هبدا بيها، في سيطره كامله على المجرى الملاحي، قدره سريعه جدا على التواصل مع فريق الانقاذ اللي بالمناسبه فريق انقاذ محلي، مصريين افراد مدربين على اعلى مستوى قادرين على التعامل مع اي موقف طارئ في خضون دقائق قليله تماما، وهو ده ما حدث اليوم. من خلال وحدات الرصد والمتابعه للمجرى الملاحي قدرنا نقيم الموقف، تم الدفع بفريق الانقاذ خلال دقائق معدوده، المجموعات بتبقى عارفه فعليا ايه الادوار المنوطه بيها، ايه اللي هم المفروض يعملوه، بالفعل بيتم اقرار خطه السحب او القطر، وهذا ما حدث اليوم في خلال وقت وجيز جدا وباحترافيه شديده قدرنا نحافظ على سلامه السفن الموجوده والمتقاطره خلف السفينه المتوقفه، حافظنا على سلامه بدن السفينه وحافظنا على الطاقم اللي موجود على متن هذه السفينه، وسحبنا السفينه من موقعها واخلينا مجرى القناه وتم استقبال السفن بصوره طبيعيه تماما. توجيه القياده السياسيه الدائم استاذ يوسف، ودي نقطه مهمه، تعزيز القدرات والامكانات الفنيه او الامكانات البشريه في قناه السويس
هو يمكن العامل الحاسم والعامل المؤثر في الثقه اللي بيتكلم بيها ابناء الشعب المصري، ويمكن ما جاء في مقدمه حضرتك بيعكس كم الثقه الكبيره اللي تتمتع بها قناه السويس كاداره او كافراد او موظفين او فنيين او كامل اطقم العاملين في قناه السويس، كم المهاره والامكانات الجباره اللي بتتمتع بها هؤلاء الافراد، الامكانات الفنيه ايضا اللي تتمتع بها قناه السويس على صعيد الوحدات البحريه المشاركه في عمليه القطر او السحب، مراكز التحكم اللي موجود بيها منظومه كهروبصريه متطوره، انظمه اتصال حديثه تسمح ان احنا نجابه اي موقف طارئ وكانه موقف طبيعي بيحصل. لا خلاص احنا كده احنا عدينا زي ما بيقولوا كده، عدينا البراميل في مساله صحيح الموثوقيه صحيح والثقه ومصداقيه صحيح القناه، واعتقد انه الرساله دايما اللي كانت مهمه، يعني احنا كمصريين واثقين في القناه وفي هيئتها وفي ادارتها وفي كل فريق العمل، بس كمان الناس بره على ما يبدو أصبحت واثقة 100% في أداء القناة. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس المصرية.